طيب زي ما كنا بنقول احنا عايزين نناقش ايه يا جماعه؟ عايزين نناقش حاجات معينه متعلقه ببيان الحكومه الذي عرض على البرلمان. ايه الحاجات المعينه؟ هي الاولويات التنمويه والاقتصاديه، واعتبروها كده كانها يعني ايه؟ بنفكر مع بعض بصوت عالي. خليني ارحب دخل الاستوديو دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. يا ادي النور، يا ادي النور. ازيك يا دكتور هشام؟ عامل ايه؟ منورني، وحشني قد الدنيا. ايضا معانا داخل الاستوديو منورنا ومشرفنا دكتور محمد عزام، عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك كل حين، حضرتك مشاهدين حضرتك، ربنا يخليك. انا عايز ابدا يمكن بدكتور هشام على مسألة الأولويات ما بين التنمية والاقتصاد. طيب، هو مؤكد أنه قبيل قبول استقالة الحكومة اللي هي كان في ضغوط في الشارع، هي كان حجم التحديات على المواطن كانت كبيرة، درجة الرضا الحياة ما كانتش عالية، وفي ضوء ده الحياة السيد الرئيس استجاب على، مش هقول على الفور، لكن استجاب الحياة في ظروف أو في توقيتات كان بيرى أنه هي التوقيتات الافضل، والحقيقه تم تغيير الحكومه. بعد اعاده تكليف الدكتور مصطفى مدبولي يمكن الحقيقه حاله التفاؤل انخفضت نسبيا، لانه مش هيبقى فيه تغيير جذري، بس بعد التشكيل الفعلي تغيير الحقيقه واسع وكبير، مش بس في الاسماء لكن كمان في دمج وزارات وفصل واستحداث، فالحقيقه حاله التفاؤل ارتفعت وبشده. واتصور انه بيان الحكومه كان ترجمه حقيقيه للتكليفات اللي اعطيت من السيد رئيس الحكومه. والحقيقه كان بتدور في امرين هامين للغايه، وكلا الامرين الحقيقه تم استحداث بالنسبه لهم هيكل جديد. بنتكلم على التنميه البشريه، وعندنا منصب جديد هو نائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه، وتم تكليف وزير الصحه الحالي اللي هو وزير التعليم العالي السابق، وبالتالي هو اقدر من يستطيع ان يقوم بهذه المساله، اقتناعا من السيد الرئيس ومن الدولة انه التنمية قوامها الاساسي العنصر البشري. يعني مفيش تنمية مستدامة. يعني ايه تنمية مستدامة؟ يعني اقدر اعمل معدل نمو اقتصادي لفترة زمنية بعيدة، معدل نمو مرتفع. النمو بيختلف عن التنمية، انه النمو ممكن اعمله من قطاعين ثلاثة، من محافظتين ثلاثة، من فئات معينة من المجتمع، لكن التنمية لازم كل قطاعات النشاط الاقتصادي تتحرك معايا، كل محافظات تتحرك معايا، كل فئات المجتمع تتحرك معايا، وبالتالي الكل يستفيد. لأنه النمو الاقتصادي مش بالضرورة انه الكل يستفيد منه، لكن التنمية لازم الكل يستفيد منه. وبالتالي هو ده التوجه الأساسي، انه لازم يكون عندنا تنمية. وعلشان لو اعتمدنا على قطاعين ثلاثة، ولو القطاعين ثلاثة دول واجههم تحديات، فبالتأكيد الوضع الاقتصادي بيتعصب. وبالتالي ازاي يكون عندنا تنمية فيها قطاعات أساسية، اللي هي الحقيقة تضمنها برنامج صالح الهيكل اللي احنا بدينا فيه 2019، اللي هي التحديات الخارجية ضغطت علينا بشكل كبير وما قدرناش ان احنا الحقيقة ننجز فيه. قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيضاف اليوم قطاع السياحة باعتباره انه قطاع مهم جدا، عشان بيشغل عمالة، بيعمل، بيساعد عملية التنمية الاقتصادية، وبيولد نقد أجنبي بشكل كبير، وبالتالي بيأمن الوضع الاقتصادي وما يخليش الدولة تلجأ كل عدد من السنوات انها تعمل استكمال للإصلاح الاقتصادي وتحليل لقيمة العملة، وبالتالي ده بيخلق ضغوط على القيمة الشرائية، مستوى معيشة المواطنين وما إلى ذلك. فالتوجه الأولاني انه يكون عندنا نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية. التوجه الثاني هو أيضا نائب رئيس وزراء للتنمية الصناعية، لأنه الحقيقة التنمية الصناعية الملف اللي إذا ما نجحنا فيه أتصور أنه مصر هتكون في مكانة تانية خالص. لأن احنا الحقيقة التنمية الـ العقارية كانت ماشية بشكل طيب للغاية، بنتكلم على مدن جديدة، بنتكلم على عاصمة جديدة، بنتكلم على ساحل شمالي إن شاء الله هيكون منافس بشكل كبير، مش بس سواحل البحر الأحمر، لكن هيكون منافس بشكل كبير لكل الدول المطلة على البحر المتوسط، مش بس شمال أفريقيا لكن كمان جنوب أوروبا، دول شمال المتوسط بالضبط. وبالتالي فكرة التنمية الصناعية لما يكون لدينا فيها تنمية حقيقية، هي دي اللي هتأمن قاعدة إنتاجية قوية، هي دي اللي هتستطيع أن تمكننا من إحلال الواردات، هي دي اللي هتمكننا من أرقام صادرات بنستهدفها، لأنه هي دي اللي هتكون العنصر الأساسي المولد للنقد الأجنبي. وبالتالي فكرة الضغط اللي احنا بنبقى فيه كل عدد من السنوات فيما يتعلق بالعملة، شح العملة مش موجود، بنضطر إن احنا نعمل تخفيض لقيمة العملة. الحقيقة أتصور إنه إذا ما نجحنا فيه
هذين الملفين على وجه التحديد التنمية الصناعية والتنمية المشاريع تصونوا الوضع طيب. الاقتصادي سيتغير كثيرا. أنا عايز أرجع على نقطة معينة متعلقة بما بين الصناعة والاستثمار، بس عايز أروح الأول لدكتور محمد عزام علشان أقدر أو أظن في وجهة نظري صحيح لو أنا غلطان، وبرضه يا ريت كمان دكتور هشام يشترك معنا في هذه المناقشة، أنا مش عايزها تبقى سؤال وسؤال، إحنا عايزين نقعد نتناقش بجد. يعني مسألة التحول الرقمي بشكل عام ومسألة الفينتك بشكل خاص اللي تساعدني أكتر على إن أنا أبدأ أدخل قطاعات كنا نصفها ولا زلنا حتى هذه اللحظة بأنها قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، دي تفرق معايا كتير جدا في ملف ما بين فكرة نمو اقتصادي وتنمية شاملة في البلاد، علشان أقدر أخش في هذا الملف بشكل أكثر قوة يحرك الملفات بشكل أكثر سرعة، أنا محتاج إيه؟ شكرا طبعا على السؤال، واستكمالا لكلام الدكتور هشام، حقيقة لو احنا بنتكلم على تنمية مستدامة احنا عندنا كرسي بثلاث رجلين حقيقة. منظومة اقتصادية، منظومة تكنولوجية بمفهوم امتلاك التكنولوجيا، وسياسات عامة داعمة للكلام دوت. واحنا لو بنتكلم على التحول الرقمي فهو جزء من مفهوم اكبر اللي هو فكرة الاقتصاد الرقمي. ولو بصينا على الاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات اللي حصل فيها طفرات كبيرة جدا زي الاقتصاد الصيني وقبله الاقتصاد الكوري وقبله الاقتصاد الياباني بدءا من الحرب العالمية الثانية، يعني هنلاقي إن المكون التكنولوجي هو الأساس، وبالتالي التكنولوجيا تصنع الفارق حقيقة وتعمل طفرات وتحقق معدلات نمو كبير جدا. وهتلاقي من هذا القطاع حقيقة غير إن هو قطاع هو بينمو بسرعة كبيرة جدا ويمكن 16-17% في السنة، إنما هو قطاع يغير شكل الاستثمار في مصر في مجالات كتيرة جدا، في مجالات شركات النشأة. احنا بنشوف شركات النهاردة نشأة مصرية بتقدر تحقق 350 مليون دولار في راوند واحد من الاستثمار، وبنتكلم على شركتين وصلوا إلى فوق المليار دولار كقيمة سوقية. إنما طبعا لازم نكون طماعين جدا في هذا الملف بشكل كبير جدا، إن انت ممكن تلاقي شركة ناشئة شغالة في التكنولوجيا النقدية زي ما حضرتك بتتكلم، او في الامن السبراني، او في الذكاء، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بنتكلم على قيمتها السوقيه تصل الى 15-20-30 مليار دولار، وهي شركه فيها 10-15 واحد. وبالتالي احنا لازم نبص لهذا القطاع نظره مختلفه تماما، تطبيقاته لا متناهيه حقيقه. بنتكلم على، لو احنا بنتكلم على منظومه اقتصاديه ف قادرة على المنافسة، أنا بتكلم على توطين التكنولوجيا بمفاهيم الثورة الصناعية وما بعدها. لو بنتكلم على منظومة صحية وبناء صحة الإنسان حقيقة، بتكلم على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الصحية ووضع خريطة للصحة العامة في مصر، بتكلم على استخدام التكنولوجيا في التشخيص عن بعد، في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر للأمراض. بنتكلم على، لو بنتكلم على مجال الزراعة بنتكلم على التكنولوجيا الحيوية، بنتكلم على مجال السياحة، أنا بنتكلم النهاردة على مفهوم السمارت توريزم، بنتكلم على المفهوم حضرتك التنمية المستدامة وخاصة في تغير المناخ، هنلاقي ان التطبيقات دي تفتح لنا فرص كبيرة جدا لاحتضان الكثير من الشركات الناشئة، ولازم يبقى ليها محفزات مختلفة ان هي طبيعتها مختلفة، ولازم يكون ليها معاملة بقوانين بطريقة جذب استثمار مختلف، ان الشركات الناشئة طريقة الاستثمار فيها مختلفة عن الشركات القائمة اللي شغالة في الصناعات طبعا التقليدية. فبالتالي المستثمر هنا في شركة الناشئة ما بيجيش عشان يستثمر على طول حقيقة، هو بيجي لفترة معينة وعشان يعمل اكزت او يطلع من الشركة الى مستثمر اكبر وان هو ياخدها الى البورصات العالمية. فاحنا بنتكلم على مناخ في هذا الاتجاه في منتهى الأهمية، وقد يصنع الفارق بشكل كبير جدا. واحنا لو بصينا تجربة الصين، والنهاردة بنتكلم على تجربة فيتنام وتجربة كمبوديا وتجربة ما قبلها التجربة في أمريكا وما قبلها التجربة في اليابان، المكون التكنولوجي 13% و15% من هذا الاقتصاد الضخم جدا. وده بيستلزم كمان ان احنا لو بنتكلم على التنمية البشرية فهو بنتكلم على الاستثمار في البحوث والتطوير، هي ما بقتش جزء من الرفاهية طبعا. الدول الكبرى اللي يعني هقول لحضرتك حاجة، 1.7 تريليون دولار بتستثمر فيهم الشركات الكبرى في البحوث والتطوير، بينتجوا بيها 25 تريليون دولار، يعني 25% من الناتج العالمي. ده بس هقول لحضرتك تودين ان الاستثمار في البحوث والتطوير اصبح حتى
مفهوم جديد في العالم اصبح ان هو ده جزء في الاستثمار في البنيه التحتيه، في المعاهد البحثيه، في البحوث التطبيقيه، في البحوث الاساسيه، ودي لازم يتم ضخ فيها استثمارات كبيره جدا عن طريق الصناعه مع الحكومه مع شركات التكنولوجيا. الحقيقه هو لازم المثلث ده يبقى متكامل، ان الناس متخيله ان البحوث والتطوير مسؤوليه الدوله، ده مش حقيقي. العالم كله 70% من الاستثمارات في البحوث والتطوير جايه من القطاع الخاص. استثمارات خاصه، مظبوط. ان هو اللي بيحل له مشكله، هو مزبوط. اللي عاوز يزود تنافسيته، هو اللي عاوز ياخد اسواق اكبر، هو اللي عاوز يتفوق تكنولوجيا علشان يطلع المنافسين من خارج الاطار التنافسي، هو طيب. عاوز هذه الاستثمارات اظن، ويمكن دكتور هشام يصححني جدا قوي خالص في الموضوع بقى، هذه الاستثمارات يعني ان انا محتاج تراكمات راس ماليه تمكنني من الاستثمار في مساله البحوث والتطوير، ودي حاجات اللي هي بيسموها بقى ال1 بليون اندستري، فدي حاجات بتبقى ملياريه ما فيهاش هزار يعني. هل انا عندي هذا التراكم راس مالي، ولا انا محتاج تراكمات راس ماليه من دول الجوار، ولا انا محتاج تراكمات راس ماليه مما هو ابعد اوفرسيز، اجيبها بقى من اوروبا، اجيبها من الصين، اجيبها من امريكا الشماليه؟ دي اسئله اظنها مهمه تبقى مطروحه عشان نشوف هنتحرك فيها ازاي. نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. اقول لكم كنا بنتكلم فيه، احنا كنا بنتكلم على انه هو مش متى نتوقف على الاستثمار العقاري، لا، احنا متى نفكر في الاستثمارات الصناعيه بشكل في منتهى الجديه. وضربت مثل بشركه ياباني ما اقدرش اقول اسمها علشان ما بتعملش، ما يعملوا اعلانات، هقول يعملوا الاعلانات اهو. افكروا بمنتهى البساطه يا جماعه، الثوره القادمه في مجال السيارات ايه؟ الكهرباء. حلو، ايه مشاكل الكهرباء؟ الا رينج بتاع العربيه او مدى العربيه، قدره البطاريه على التخزين، كلام من ده. حلو، طيب نعمل ايه؟ نخترع حاجه اسمها اي باور. هنعمل ايه؟ موتور 3 سلندر، املى الموتور بنزين، الموتور هيبدا يتحرك، هيولد طاقه حركيه كاينتك انرجي، هنحول الطاقه الحركيه كاينتك انرجي لحاجه اسمها انفرتر، الانفرتر ياخدها بقت ايه؟ الكتريك انرجي، حطها جوه البطاريه العربيه ماشي. وفيها بقى من جوه تفاصيل، لما العربيه بتقف ايه اللي بيحصل، طب لما بتتحرك تاني ايه اللي بيحصل، حدوته. المهم انه ده اسمه ار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت. فين؟ في شركه العربيات. احنا ما بنعملش كده. ده صحيح، الكونسبت عندنا في الار ان دي الحقيقه مختلف تماما، مش بس كمبالغ لكن كمان كنسب متعارف عليها في البيزنس. الشركات الخارجيه الار ان دي بيشكل 20% من المبيعات. في مصر تقريبا كمتوسط اقل من 0.5%. مثلا 0.4 بس كده. كده. فدي مساله، ده تحدي. المشكله الاكبر مش ان هم ما بيصرفوش على البحوث والتطوير، المشكله الاكبر انه قدر المعاناه اللي بيواجهوها في قطاع الصناعه، وقطاع الصناعه بطبيعته قطاع ثقيل وبطيء في العالم كله مش في مصر بس، يمكن عندنا زياده شويه باعتبار البيروقراطيه الحقيقه المتجذره في دولاب العمل الحكومي، الحقيقه كانت برضه بتعيق في بعض الفترات، لكن هو الامر المستغرب مش ان هم بس بيخرجوا من قطاع الصناعه ويروحوا للقطاع العقاري. الغريب ان هم خرجوا من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ويروحوا للقطاع العقاري، ودي الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي. انه عندنا رجال اعمال مصريين كبار يعني تخلص من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وراح لقطاع العقاري. فلا، محتاجين انه القطاعات الاستثمار المختلفه بدايه يكون سرعه الحركه فيما بينها عالي، لانه ده بيعمل توازن فيما بين العوائد ودرجه جاذبيه كل قطاع، لكن كمان محتاجين انه القطاعات البطيئه او الثقيله الدوله تكون في ظهرها. يعني لا يصح على الاطلاق انه المصنع اللي بيتعب طول السنه وعنده توجه للتصدير وبيصدر يطلع عينه عشان ياخد دعم الصادرات يقعد سنتين وثلاثه. ده مش موجود دلوقتي لكن كان موجود من سنتين وثلاثه. فلا على فكره في كل دول العالم بتساند الحكومات بتساند قطاع الصناعه بشكل كبير للغايه، ودعم بقى مباشر ودعم غير مباشر، وده احنا الحقيقه محتاجينه. مش هقول انه ندعم بقدر ان احنا نزيد حجم موازنه دعم الصادرات، لكن على الاقل، وهو انا يعني بحتك كتير برجال اعمال، مش عايزين مسانده ماليه بقدر ما هم عايزين مسانده معنويه. يعني محتاجين انه عاوز مسانده لائحيه، لا تشريع يتم. والمشكله على فكره مش في التشريع على قد ما هي في البنيه التنظيميه، محتاج انه الدوله يحس انه الدوله واقفه في ظهره، مش انه الدوله سابته للموظف الدرجه السادسه اللي هو بيطلع روحه. فاحنا الحقيقه ده تحدي بالنسبه لنا.
محتاج انه لما يفتح، واحنا الحقيقه بنشوف ده في دول عريقه، في امريكا، في فرنسا، بنشوف رجال الاعمال الفرنسيين بيطلع معاهم المسؤولين الحكوميين مش في ظهرهم، قدامهم. بيفتح ابواب ومنافذ تصدير في الخارج بشكل كبير للغايه. محتاجين ده نشوفه في مصر. الرئيس بيفتح الباب في شراكات على مستوى الدولي، مين بيكمل ما كانش فيه. ما هي دي بقى هنا مشكله نوع من الموظفين، ويمكن عايز ارجع في ده شويه. حاضر بسرعه، اخر سؤال للدكتور محمد عزام. هرجع على طول للدكتور محمد عزام ومنتهى المباشره. فيلم مراتي مدير عام كان فيه موظف بيجسده الاستاذ شفيق نور الدين الله يرحمه يا رب. عملت ايه في المشروع بتاع مش عارف ايه؟ قال لا ما هم بعتوا لي مذكره. اسكت، رحت ردد عليهم بمذكره. ما سكتوش، راحوا بعت لي مذكره. اسكت، رحت ردد عليهم بمذكره ان احمنها. قالت له يعني؟ قال لها ادي الملف اهو. فدالها حاجه قد كده. الموظف ده لسه موجود. انا علشان الموظف ده يريح ويستريح انا محتاج تحول رقمي مهول. هل هذا التحول مكلف؟ هل كله يقع على عاتق الدولة ولا في جزء اخر هيقع على عاتق المستفيدين من التحول الرقمي الا وهو قطاع الاعمال؟ قطاع الاعمال العام يعني، المستثمرين، المصنعين، الخ الخ. طبعا السؤال ده في منتهى الاهمية. حقيقة احنا بنقتل البيروقراطية، لازم يبقى التعامل المباشر بين المستثمر، الصانع، التاجر، مقدم الخدمات والموظف ينتهي تماما، لازم عن طريق المنصة. فحقيقة انما التحول الرقمي هو فلسفة، حقيقة الفلسفة ان هي انا بعيد هندسة الاجراءات كاملة، ان الاجراء اللي بيتم في البيئة الرقمية مختلف عن الإجراء اللي بيتم في البيئة التقليدية اللي احنا كلنا متعودين عليها. فعشان أعمل تحول رقمي حقيقة لازم أعيد هندسة كل هذه الإجراءات، إن تلت إمضة ما تبقاش تلت كليك، وبالتالي مفهوم الشباك الواحد بيتحقق عن طريق التحول الرقمي. التكامل في الخدمات بين او هقول ايه، الاجراءات المطلوبه من جهات كثيره هي بيتم حقيقه تحقيقها من خلال التحول الرقمي الحقيقي. حقيقه لازم اشوف الرؤيه 360 درجه، وبالتالي الدور للموظف هنا هو مراجعة الحاجات اللي جاله على المنصة، التأكد منها، ومستقبلا أنا مش محتاج هذا الدور. إن تكامل قواعد البيانات وتكامل المنظومة الحكومية للخدمات عن طريق المنصة زي منصة مصر الرقمية كاملة، وإعادة هندسة الإجراءات، زائد أن أنا بدخل كل ملاحظات المواطن أو قطاعات الأعمال في الحسبان، أن ده مهم جدا، التغذية العكسية، علشان حتى احنا بنقول للناس إيه؟ لما تلاقي على منصة مصر الرقمية أو أي منصة حكومية عندك تقييم الخدمة، لو عندك مشكلة فيها اكتب أن عندك مشكلة، أن في خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتاخد الكلام ده بتحلله علشان أعيد هندسة الإجراءات وأعيد بناء الخدمة بشكل مناسب للناس. وبالتالي التحول الرقمي، لا طبعا احنا بنتكلم على يحقق نقلة نوعية في نوعية أداء الأعمال، وما يطلق عليه الإيز أوف دوينج بزنس، وده مهم جدا لمؤشراتك الدولية واللي جذبك للاستثمار، إن أنت هتمثل للعالم إن أنت قادر على استيعاب أدوات القرن الواحد والعشرين وبتنفذها وبتطبقها. فالتكنولوجيا هنا طبعا أساسي جدا، علشان ما نبقاش بنقول طول الوقت الشباك الشباك الواحد ده ممكن يقعد 30 سنة عادي. يعني ما أنت قدمت الملف في الشباك الواحد، طب ما رحتش للشباكين ولا حاجة، بس هي دخلت الشباك وفضلت بقى قاعدة جوه. عيش بقى سنة اتنين تلاتة زي ما يطلع. اذا القصة مش في الشباك الواحد بس، هي القصة في الورك فلو او في الفلو تشارت اللي المفروض يمشي فيها الملف. انا عايزها بدل ما تبقى 900 خطوة تبقى 9 خطوات. وبعدين انا كمستثمر، ويمكن اساتذتنا وضيوفنا الاعزاء اكيد متفقين، انا عايز ابقى عارف انا داخل امتى خارج امتى. صح. يعني انا حاضر هخرج حالا نزيمة، انا لما بقدم الملف بيترد عليا في غضون قد ايه؟ عايز ابقى عارف الاحتمالات بتاعه الردود ايه، مبنيه على ايه؟ عايز كمان ابقى عارف انا لو مستثمر اجنبي على سبيل المثال، انا بدخل فلوس واستثمر، حلو، لما اجي اخرجها هتخرج ازاي؟ حلو، وايه كمان؟ طب وارباحي؟ طب والتخارج؟ انا اختلفت مع دكتور هشام، كنا شركاء، اتمنى كنا شركاء، احنا نتمنى نبقى عندنا بزنس ومليونيرات. فطب هنتخارج لا قدر الله، هعمل ايه انا الاجنبي؟ دكتور هشام هو الرجل المستثمر الوطني، طب انا اتخرج، انا هعمل ايه بقى؟ ايه الاجراءات؟ هيحصل ايه؟ هل يا ترى دكتور هشام عشان هو مصري هيغلس عليا عشان انا راجل فنلندي مثلا؟ كل دي امور لازم نسرع ونوضح.
نسرع ونوضح بما فيها لو في دمغه بخمس مليمات لازم يبقى باين ان في دمغه بخمس مليمات، مش لما نروح نقول له ايه ده حطت ورقه الدمغه، هو ما عندوش مشكله بس قول له. خلصت الحلقه لحد كده علشان عبد العظيم يبقى شيء عنده مشكله زي ما بيقول، وحالا يكون موجود معانا. انا نسيت الاول يا اخي اشكر الضيوف يا عبد العظيم، لهوكتني دكتور هشام دكتور محمد، نورتوني وشرفتوني وشكرا جدا على وقت حضراتكم، واسف على ان احنا مأخرينكم. حالا يكون موجود معانا رجائي رمزي ورقم 10، اما احنا لو كلنا العمر يبقى هنقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم العاشره التاسعه. سلامات. 10